حاج سيد معانا مين يا استاذ ابراهيم؟ معايا يا حاج سيد؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام. اهلا بيك. اتفضل. كيف اجرت في البحيره؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي الكيماوي يا استاذ سامح السنه خلصت والكيماوي ادوا على الفدان شكارتين. طب الشكارتين دول يعملوا ايه؟ انت زارع ايه؟ زرع قطن وزرع خز وزرع ذره. تمام. انت خدت الشكارتين دول علشان تبتدي بيهم الموسم وبعدين؟ ادوا على شكارتين وثلاث شكاير، يعني في فدان كله شكارتين وفدان كله ثلاث شكاير. طب فدان القطن اللي ناخد ست شكاير كيماوي، فدان الذره اللي ناخد ثمان شكاير كيماوي. نعمل ايه؟ والسنه خلصت ونطلع بنروح نشتري شكاره كيماوي ب 300 جنيه. تمام. انت انا بس عايز اكمل حاجه. إيه حضرتك بتاخد الشكارتين دول في بدايه الموسم عشان تزرع، والمفروض ان انت بتروح تكمل حصتك من الجمعيه. طب ما انا امتى اكمل حصتي امتى يا رحت الجمعيه مدير الصيف ده يا استاذ سامي. طب ما تسمعني علشان نلحق، ما احنا عايزين نلحق. انا اكتر واحد حريص ان انت تصرف كميتك. انت الجمعيه بتاعتك اسمها ايه؟ وفين؟ في مركز ايه؟ مركز ادفو. مركز ايه يا حاج؟ مركز ادفو. ادفو البحيره. الجمعيه اسمها ايه؟ الوفاء. الوفاء. طب ما يقدروش يوفوا بالوعد، يعني ده اسمهم الوفاء. ما وفوش، بيقولوا ما فيش موجود. كل ما تروح يقول لك ما فيش، الجرار ما جاش. اه طب هو الجرار بيبقى ما جاش فعلا ولا هو في تقصير من جهته؟ لا هو فعلا من اسبوعين، من يجي 15 يوم ولا اكتر، جه الجرار ادوا على الفدان شفار عشان يغطي الناس بحالها. طب يعملوا ايه؟ طيب دلوقتي احنا الاعداد وانت بتكلمني هو بيتواصل مع رئيس قطاع الخدمات، وفي وعد من الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واصلاح الاراضي ان الناس تصرف كل حصتها، وفي متابعه من معالي الوزير شخصيا للبرامج او للكميات اللي المفروض توصل للاراضي الزراعيه من المصانع. فاديني فرصه النهارده، واحنا الحمد لله على مدار الاسبوعين اللي فاتوا حلينا مشاكل كلها مرتبطه بالاسمده والناس كلمتنا على الهواء. يا رب نقدر نحل مشكلتك كمان. بس يا استاذ سامح، هو مدير الجمعيه قال هو كده، هم قايلين معدل الفدان ثلاث شكاير وشكارتين، يعني مثلا القطن ثلاث شكاير او الذره ثلاث شكاير. لا ما هو معدل، لا ما هو المقررات السماديه. لا بص انت كده بتدخل مواضيع في بعض يا حاج احمد، اسمعني عشان وقت البرنامج. المقررات السماديه لكل محصول حاجه، ودي اللي بيقرها مركز البحوث الزراعيه طبقا لاحتياجات المحصول نفسه، وان اللي انت صرفته حاجه تانية. يعني انت لو الفدان مقرراته ثلاث شكاير تصرف الثلاث شكاير، صرفت شكارتين وفاضل لك شكاره، دي حاجه تانية. انت صرفت المقررات كامله ولا ما صرفتش المقررات كامله؟ صرفت. خلاص يبقى انت كده صرفت كله كامل. بشكر حضرتك لان خلاص احنا اتكلمنا كتير جدا في الموضوع ده وهنتكلم تاني. الافراط في التسميد شيء غير مفيد، التزموا بالمقررات السماديه. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده زراعي مباشر.